وتعليقا على آخر تطورات بالنسبة للغوطة الشرقية، ينضم إلينا زكريا ملحفجي محلل سياسي من غازي عنتاب مباشرة. أهلا بك معنا. نبدأ من الموقف الأمريكي، التصعيد في التصريحات الأمريكية ضد ما يحصل في الغوطة وصل إلى اتهام روسيا بقتل المدنيين بحجة الإرهاب. هل يدل هذا على إمكانية اتخاذ واشنطن أي قرار أو أي تحرك في اتجاه ما لإيقاف هذا التمرد الروسي على المجتمع الدولي؟ اهلا وسهلا ومرحبا ومساء الخيرات. بالنسبه للتصعيد الامريكي اللي حاصل اليوم، طبعا هو تصعيد ما عم يتعدى اطلاقا التصعيد السياسي والكلام والى اخره على الاطلاق. الغوطه منذ اتفاق كيري لافروف من 20 في من فبراير يعني ب 2016 لليوم اللي كانت على مسألة وقف إطلاق النار إلى مجلس الأمن في فبراير الماضي، وقف إطلاق النار ما توقف على الإطلاق. كلام النظام واضح، يعني في هناك صلف وهمجية واللا اهتمام. يعني اليوم كلام البيت الأبيض، مجلس حقوق الإنسان إلى آخره، ما عم يغير شيء على الواقع على الإطلاق. إذا بقي الروس والنظام بدون خطوات وإجراءات عملية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى ثم الاتحاد الأوروبي، أتوقع الأمور راح تبقى بهذا الشكل وتستمر. يعني حتى اللحظات الأخيرة منع المواد الطبية والأدوية، يعني هناك حالة من القتل. يعني هذه ليست حرب، هذه يعني إبادة حقيقية، لا تسمى حرب واشتباكاته، وإنما هي إبادة بكل ما تعنيه الكلمة. أعتقد أنه إذا اكتفى الأمريكان بالتصريحات، أعتقد الغوطة يعني مهددة بانهيارات. في صمود طبعا كبير أمام هذه الحملة، لكن يعني إلى متى هذا الصمود إذا ما كان هناك في إسعافات إنسانية إغاثية وحتى ضغط وإسعافات حتى من نوع آخر، يعني عسكرية أو سياسية أو الآخرين. يعني إذا ما حصلت هاي سيد ملحفجي، قلت على يعني على المجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تتوقف عند التصريحات فقط، ولكن يجب عليها أن تتخذ إجراءات وخطوات. فيما تتمثل برأيك أمام هذه الحالة التي وصلت عليها الغوطة الشرقية؟ يعني نعم. عمليات إبادة، يعني يا إما الاستسلام أو القتل. نعم. جرى حديث أمريكي فرنسي حول مسألة تدخل بصورة ما، لكن ما تبلور بأي صور عملية. يعني كان هو عبارة عن نقاش وحديث سياسي فقط. طبعا السوريين تفائلوا انه لعله يعني يتبع هذا الكلام بخطوات، لكن يبدو انه لا يوجد اي خطوات عمليه للان. ممكن للولايات المتحده تنقذ هذه حرب الاباده اللي عم تحصل في الغوطه من خلال تدخل، وهذا جرى سابقا يعني في عدد من المناطق. ممكن للولايات المتحده بعيدا عن مجلس الامن، لا سيما ان الروس والنظام ما التزموا على الإطلاق في القرار اللي صدر في فبراير الماضي، فهذا ممكن، لكن إلى أي مدى هناك جدية؟ أنا لا أرى هناك جدية حقيقية من قبل الولايات المتحدة أو حتى الاتحاد الأوروبي. فقط بقي مدرج في الحديث والتصعيد في 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 لهجة الخطاب السياسي فقط لا غير. يعني يعني وفق قراءتك وما تفضلت به سيد ملحفجي، يعني وكأنك تقول هناك تواطؤ، هناك رضا عما تفعله روسيا في الغوطة الشرقية، خاصة أن الجميع اليوم بات على يقين بأن روسيا تتجه أو تستعجل الحسم العسكري في الغوطة. نعم، هناك المسار الروسي اللي ما ماشيين فيه باتجاه الحسم أيا كانت، بطريق إبادة، بطريق تقريبا. وصرح عنه أيضا الوزير الخارجية الروسي أنه سيناريو حلب اللي هو ضرب مشافي وضرب كل سبل الحياة من أجل السيطرة عليها بأي طريقة ولو كانت على جثث، يعني هذا واضح. طيب بالمقابل ما جرى في حلب في صمت أمريكي وصمت دولي نفسه الآن عم يجري في الغوطة، وهذا الشيء المؤسف. هناك ربما يعني تصعيد مختلف إلى حد ما، لكن إلى الآن
لا يوجد أي خطوات يعني عملية حقيقية. اليوم القرار من فبراير الماضي، الآن نحن في مارس، لا ولليوم ما في أي خطوة عملية. فأعتقد طيب، عن الخطوات العملية الحقيقية التي نتساءل عنها جميعا الآن، يعني دخول مجلس حقوق الإنسان وقرار بفتح تحقيق فيما يتعلق بالغوطة الشرقية، هذا كيف نقرأه؟ هل من فائدة من هذا؟ أعتقد هذا رح يكون مفيد، هذا التتابع البطيء رح يعني ممكن يكون مفيد في حال أنه صار في صمود في الغوطة لفترة زمنية طويلة. أعتقد صمود الغوطة، صمود الأهالي، صمود القوى العسكرية الموجودة بيلعب دور في أنه الأمور ما تبقى بهذا الشكل، علما أنه طبعا في عندنا سيناريوهات سابقة في حلب وفي حي الوعر وإلى آخره جرى نفس الشيء تماما. يعني اليوم في هناك خطاب إلى حد ما مختلف، يعني لكن إلى أي مدى ممكن تصمد القوى العسكرية، يصمد المدنيين أمام حرب الإبادة الموجودة بحيث يحصل أي تحرك دولي؟ هذا الرهان اليوم بتوقف على هذا الموضوع، على صمود القوى العسكرية الموجودة في الغوطة. لكن أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت أنه يعني توقف حقيقة هذه المأساة الإنسانية والوحشية اللي عم تحصل في الغوطة، الأمر ما بياخذ أكثر من 24 إلى 48 ساعة فقط. يعني سابقا في 2013 عندما ضرب النظام أيضا الغوطة بالكيماوي جرى هناك تحرك أمريكي، ما حصل هناك تحرك عسكري، لكن جرى هناك تهديد وضغط أدى إلى حالة توقف وتسليم سلاح الكيماوي، وأيضا في نفس المنطقة في الغوطة في 2013. اليوم إذا حصل أي تحرك، وهذا اليوم عم ينتظره كل السوريين وكل المتعاطفين والمهتمين بالشأن الحقوقي والإنساني، عم ينتظروا أي قرار يوقف هذه الإبادة والحرب اللا أخلاقية واللا على الإطلاق الموجودة في الغوطة. أهلا وسهلا. زكريا ملحفشي محلل سياسي من غازي.